البطل المقاتل على الجبهة علشان خاطر حاجة من اتنين مالهمش تالت، النصر أو الشهادة. معنى كده إن الشهادة نصر، وإن روح شهيد واحد معناها نصر لملايين. والشهيد له علامة كل العيون بتشوفها، أيوة. فخلي بالك وإنت ماشي في رمل سينا، ده مش رمل، ده نور الشهداء اللي بيرفعك من فوق الأرض ويخلي قيمتك أكبر. وعلى باب كل بيت شهيد في مصر هتلاقي تاج من نور، فخلي بالك قدام الباب وانت رايح تزور وتقدم وانحني، لان في البيت ده في شهيد بيحبك لدرجة انه قدم روحه فداك. احنا المصريين، احنا المصريين اللي عارفين مقام الشهداء، واحنا اللي بنزور سيدنا الحسين بمحبة واجلال لانه سيد الشهداء. والشهيد مدد، الشهيد مدد، والمدد معنى ما يعرفوش العدو. عشان كده عدونا دايما مهزوم، وعشان كده عدونا دايما محروم، وعشان كده مصر معاها سر النصر. مصر اللي يوم ما بتحارب بتبدل ميمها نون فتبقى نصر. وان كان الارهاب اسمه ارهاب، فعكس كلمة الارهاب هو الامن والامان. وحكم ربنا اتقال من فوق سبع سماوات بانتصارنا المحسوم على الإرهاب بحكم إلهي في كتابه العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. آمنين يعني مفيش إرهاب، في أمن وأمان بفضل الله وفضل مصر وشهدائها. عاشت مصر وعاش شهداء مصر أحياء عند ربهم يرزقون.